المسمار. شو طلع منك؟ وانا اقول لهم اقول خمسه بعشره. والله في برد راح تنزل حتى تطلقوا من باب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. بفضل الله تعالى ما زلنا مستمرين في طبخ هذا القدور المباركة أن تطعم مئات الأسر النازحة في قطاع غزة، وهذا إطعام لنا في قطاع غزة الحبيب، مقدمة من المتبرعين الدكتور عمر سنين طرف الشيخ محمد مصطفى. أسأل الله العظيم إخواني أن يبارك فيكم ويجعل هذا العمل رفعة لكم يوم القيامة. بورك هذا العطاء ودام عزكم وجزاكم الله عنا كل خير. أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى وتعيش حياتك هانيا بالصالحات لتربطا بالصالحات لتربطا. أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة. في الوقت اللي بتسمع فيه الفلوج ده احنا خلصنا اطعام او فطرنا في رمضان 500 فرد في غزه بفضل الله عز وجل. دي كانت الدفعه الاولى، وحاليا لمين في حق فلوس الدفعه الثانيه اللي المفروض نبعتها النهارده لغزه. كده بتوتال 1000 فرد فطرناهم ان شاء الله. في الوقت بقى اللي هينزل فيه الفلوج وانت بتكون بتسمعه هنكون بنلم في فلوس الدفعه الثالثه لافطار، يعني الدفعه الثالثه 500 الثالثه 1500 فرد في غزه بفضل الله عز وجل هنكون فطرناهم. كل بفضل الله عز وجل، ثم المتابعين هم ليهم دور كبير. يعني بارك الله فيكم جميعا، مش دافع اي حاجه، انا انتوا كل دي فلوسكم الصراحه. مش عارف هنكمل بعد الثالثه ولا لا، لان معانا برضه كام حمله تاني كده ان شاء الله. بس انا حبيت اقول ايه، بما ان احنا بنعمل العمل الخيري في الفلوج ده، فاقول ايه نزود الثالثه دي. يعني حكم الاله على الدنيا وزخرفها، ان الفناء لمن فيها كتبناه. لا
حلوة السلسلة. الله. بارك الله فيك صبر. ليش تعبنا جبنا في مصر؟ السلام عليكم. إيه؟ الله أكبر. أنت شاور بديسنا؟ نصور عمر؟ لا. نصور بيدا ولا إيه برضه؟ التلفون وين؟ هاي التلفون. هنقول التلفون وين؟ إيش هالموبايل أنت دوزك؟ إيش هالموبايل؟ ماشي. طب بيدا نعمل إيه فيه دم؟ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رز أحلى رز. عايز كيس؟ امسك امسك اديني بالله امسك اديك صراحة عرف منين بدك يا بعدين انا هسوي جنك جنب بس شطاهم بس طيب خلاص نزل برا المقاومة فلسطين يا شيخ حلو والله حلو والله عايز تسلم لنا ايه يا جماعة لا ما واحد علينا الله يحييك يا عاد تبيس
إعادة تعبئة للرز المفتوح. بارك الله فيك يا أخ جابر، جزاك الله الجنة. تمت المهمة، ضن يا برو. لازم مفهوم خلصوا لك الأول. صلى على النبي. دين على قلبه. عايز الله والله عايز نفسه في رمضان. ما ايوه عشان مش متعود على الحكي. صلى على النبي يا عبد الله يا طيار. 44 دقيقة من الهلاك والتعذيب ولا لن تنالوا ولو ايه ايه معلش لن تنالوا البر. نزيد الآية الله يخرب بيتها. ليه هتخربها؟ لن تنالوا البر. لن تنالوا بقلقلك الله العظيم. الله بتعب فيك. كمل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تفهم. الله اكبر. لا تنالوا بل بل جاري بل. صلى على النبي. صلى على النبي. بدل ما نعورك شوفها كده مظبوطه. عايز لها واحد عنده صحه. دي هتعمل انت هتلف عشان الجمعه يعني. يا تمام. صلى على النبي. يلا الله اكبر يا شباب. رمضان 2025 ان شاء الله نجيبوا شفر العربيه نسنقل ان شاء الله. عربيه نسنقل اكون اصحاب شركات في هذا. ده الرز بعد التصنيع بعد ما اتخلت يعني احنا نسعى عليه. الله اكبر عليك. اللهم بارك. ممنوعات يا صاحبي. قول رسالة. رسالة تدار. أي نصير. مزك. ممنوعات يا صاحبي. اركب. اركب ازاي؟ اركب. طب ما اركب. ازاي؟ انت اركب وسط دماغي برجلك. بس هجيبك شوية التانية وخد عليها خد التليفون. ها. سيب يا عم ماسك عليك. الله انا مستني. خلي بالك ما تسبتش انت اللي هتركب. خلاص امسك كويس. ممنوعاتي يا صاحبي. توكلنا على الله. دقيقة مش مرتاح خالص. يلا اطلع. انت رجلك وين حاليا؟ رجلي في الهواء. مش مهم. مش مهم ماشي. المهم انت
هو انا ماسك بس انت لو كانت مقبة مش هتلاقيني على المكان. تمام تمام. الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرة سبحان اخ ادي يا باي. انا مش خايف على المستشفى، انا خايف على فلوس الناس دي. صل على النبي يا حمو. حمو صل على النبي يا حمو. شمال حلوه دي مثل رمضان. اللهم بارك اخي. فضل عز وجل وزعنا نص الشنط فضل الله الحمد لله رب العالمين، يعني نص الاسره وزعنا لها فضل الله عز وجل، وباقي النص الباقي ان شاء الله. وفي شباب بعت مبلغ كبير اللهم بارك، فاحنا هنجيب هنزود 10 زياده او 15 كيس ل 15 اسره ان شاء الله. انت مش شايفني في الضلمه بس ان شاء الله، وانا فرحان. اللهم بارك، اللهم ارزقنا الاخلاص في هذا العمل. اوه عايز اقول حاجه يا اخ عبد الله حبيبي، انت مش باين بس انا هم صار حاسين بيك، يعني حاسين بالمشقه اللي احنا فيها. كلاب كلاب كلاب، خليهم يشوفوها لايف بقى. اوقف لهم يا استاذ، لو كلب اوقف له. عارف انا ولد اللي قاعد اكل بره. والله لو راجل ودان قطع مالك. الله شويه كلاب، اوعى تفكر تعمل هاي تموت. اقسم بالله ننزل نقرطنا. اخركم ده اخركم تاخركم ده. فرحان اخ عبد الله؟ كثير طبعا والله. حاسس انك بتعمل خير؟ والله حاسس. انا حاسس ان رجلي وقفت هنا. تقدم نصيحه للشباب اخ عبد الله. هم تبرع ثاني. تبرع ثاني؟ على فكره انا اعمل حمله تبرع ثاني، عارف فين؟ خمن. 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 ايه؟ لا زي خير ثاني بس بمناسبه شيء ثاني. ايه هي؟ انا عقدت النية الصراحه. الاضحى ان شاء الله. ان شاء الله ربنا. ان شاء الله. انا اوقف مش انوقع. وقف وقف وقف. بس هات على الواحد الثاني ماله. وصلنا. انا كده؟ انا كده؟ مظبوط. يلا. اللهم بارك. في شاب برا ب 6000 جنيه او ما انا صحش ما بقاش كذاب، 5600 جنيه. والله والله لحد الان ما اعرفش هو مين. كنت على امل ان هو يبعث لي يقول لي انا بعتها لك بالغلط او دي فلوس، ما صدقتش ان ممكن حد يتبرع. اوه اوه هو ناس اسكت بالي. طبعا العجل وضعت في الشارع كده. حصل حل صح؟ اكيد. حد بصنا فيها؟ مش حد راجع من الحج. وده عشان ما اتقن الناس فاكراها. الناس فاكراني باللب جزايز. الناس فاكراني باللب وخردة ان سارقين حاجة مثلا، بس اكيد مش سارقين من صور فيديو يعني ونسق السرقة. تقدر. هوب انا مش هقدر. مش هقدر اعمل حاجة. ان شاء الله الراجل يجي. يلا طبعا ال مضبوطة ولا ايه؟ ان شاء الله يطلع مضبوطة؟ ان شاء الله ايه. مش بالراحة جدا بس خالص. بالراحة خالص لان كلها مضبوطة هنا وانا مش قاعد. لا وقف كده وقف. تمام تمام؟ وريني يا باشا. تأكد انه تمام بس؟ تمام. ماشي. الراجل بيقول تمام فمش عارف. طبعا اجمل حاجة في العمل الخيري يعني ماشي بارك الله فيكم في كل شخص يجمع فلوس او بعت فلوس يعني. بس انك المغامرة بتاعت انك بتجيب البضاعة بقى وبتكيس وبتوزع والاكشن اللي انت شفته لما حاجة توقيت ده اجمل بكتير يعني. فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص. وبارك الله فيما في كل شخص دفع فلوسه. انا ما عملتش ما دفعتش اي جنيه في الحياه والله. شيل ما دفعت تقريبا كان في 2 جنيه في المحفظه فرحت على الفلوس بس يعني ما دفعتش اي فلوس في التبرع ده او في الحمله دي. كان بالمجهود بس وان الله عز وجل وفقنا ان احنا نجمع الفلوس.
وعقد النية ان شاء الله ان احنا نلم في عيد الاضحى ان شاء الله نجيب ذبيحة يعني. اكيد مش عجل، الحاجات دي غالية يعني، خروف مثلا يعني، حاجة زي كده ان شاء الله. بس عقدنا النية ان شاء الله. تفتكر اصلا نجيب عجل؟ مستحيل صح؟ الناس تقدر تتجمع. ايه؟ تقدر الناس تتجمع. بس غالب ده 60,000. ربنا يرزقنا ان شاء الله اخلاص العمل. ربنا يرزقنا نوصل فعلا. مش عارف هنوصل ازاي يعني. ايه؟ بنظر حصل خاتم في الموقف ده. تخيل الموقف ده ما تسجلش يعني، والله الناس اللي مش بتفلوج في حياتها اصلا. والله بوزع. تخيل عبد الله الموقف ده ما تسجلش. الوجعه دي كنت تنساها، لكن لما تتفرج على الفلوج بعد كم سنه تشوفها حقيقه. السلام عليكم براذر اند سيستر. النهارده هنعمل ريفيو للاندومي. طبعا اجمل حاجه يا عبد الله. انت عملت اشاره بس صح؟ بس لايك؟ معمول صامت. طبعا مغامره مش عارف اقول ايه، بس انا عايز اقول حاجه مهمه. انا عايز اقول صراحه، انا عايز ابين علبه الاندومي من الاخر يعني. معلش انا مش عامل، عايز ابين ان انا باكل اندومي اول مره اطلبه من الشارع يعني. بس السلام عليكم. الكلاب تاعنا الكلاب ومغامرتنا مع يلا بينا. بسم الله. خد بالك يا اسطى، مصورك حته اكشن كده فاهم. يا جدعان لحد الان اللي اتبرع ب 5600 جنيه ما قالش هو مين. بحبك يا اخي. ويعجب الله عز وجل من بني ادم ينفق بيده اليمنى ولا تعلم عنه يده اليسرى شيء. الاندومي بيشتري بس ده. وما تدريش فضلي في الاندومي. والله صح ما تدريش فضلي في الاندومي. ولا والله. ايوه يا شفاط، بتشفط بيه الشرب بتاعتك. طب ما انا شفطت بس حامي. ما هتلسعك يا شفاط. ايه يا ابني؟ اشربها زي الكوبايه، اشربها زي الشاي. اه 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 حلو. السلام عليكم. بان حلو؟ عسل. انا حلو اصلا. اكيد انا غير مش محتاج. مش هنزلها ليا. اكيد يعني. اشتخلص الشنط. اشتخلص صح؟ مش عايز تخلص والله الشنط يعني. اللهم بارك يعني. ولا انا متهيألي. انت عايز تخلص ليه؟ عشان انا عايز اروح الكليه معاك جزء السيولوجي مستنيني عسل. في كيس مرق اتفتح ده من فلوس التبرعات، فهندفع حقه ان شاء الله. لسه ما دفعتش حقه والله. فهحطه هنا. حلوه صح؟ توابل. حط ايوه. شغال والله صح؟ شغال؟ شغال والله. شيف عمر، استنوا قناه الشيف عمر ابو عائشه في انتظاركم. السلام عليكم. جزاك الله الجنه اخ عبد الله. اتوقع بس. ايوه يا شيشاني. لا لا بارك الله فيك يا اخي. زبلني بس انت المستك. ايش ده؟ ثواني ثواني. تمزقنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. This is المكنة ونزلت على تكس. السلام عليكم ورحمة الله. جنة رمضان 2024 السنة الثانية على التوالي بفضل الله عز وجل. احنا نكفى بمية أسرة. رمضان اللي فات كانت 90 أسرة بس الشنط كانت كده حاجة خفيفة كده. إنما السنة دي زي ما انتم شايفين. اللهم بارك من كل حاجة صنفين يعني، 2 رز، 2 مكرونة، 2 شعرية. يعني حاجات كل حاجة 2 معانا الزيت عشان غالي طبعا. فجزا الله خير لكل يعني كل شخص تبرع في هذا الأمر. كل شخص شارك حتى لو بجنيه بخمسة. والله في حد بعت جنيه، انا مش عارف ازاي بعته يعني، بس هو بعت جنيه فبارك الله فيكم. في حد بعت 5 جنيه فبارك الله فيكم جميعا. من اقل شخص دفع فلوس لاكبر شخص 100 شنطه ان شاء الله. وفي مبالغ ثانيه يعني ممكن نطلعها مبالغ او نكمل عليها ونجيب بقى شنطه ان شاء الله. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير ان شاء الله. كده نعمل نستنى 2025 في رمضان لو كنت حي ان شاء الله نعمل حمل اكبر من كده. كل سنه كده بنزيد ان شاء الله. ولو مت طبعا اصدقائي يتكفلوا بهذا الامر. اي خليل من خلالي يعني. وهم ايش هيقولوا؟ السلام عليكم.
وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. سلام.